مساء الخير عم أنور نعيم، يعني التقي بك في رمضان في جو من الألفة، جو من المحبة. حدثنا أكثر عن رمضان في أبو سنان. الحمد لله بفضل الله عز وجل، احنا في أبو سنان بلد يسوده الهدوء التآخي والمحبة. شهر رمضان غير شهر رمضان، في رمضان أكثر، يعني تلاقي جو إيماني في كل البلد، خاصة الوحدة في المسجدين. نعم، كان إفطار جماعي في مسجدكم، في مسجد السلام، لأن أخواننا في مسجد أبو بكر الصديق قبل يومين ثلاثة كان في عندنا اجتماع، كان في عندنا إفطار برضو، دعونا. يعني إحنا ضفتين لنهر واحد في روابط المحبة والتآخي نعم، يعني سؤال، أبو سنان فقدت في السنوات الأخيرة العديد من الشبان، كان العديد من الوفيات أيضا من الكبار الذين تحترمونهم وتحبونهم. هل أثر هذا الشيء على الجو رمضان في أبو سنان؟ نعم، فإن فرحتنا منقوصة، فقدنا يعني خيرة شباب البلد، وفقدنا يعني الشاب حسين موسى الحناوي. نعم، واللي شيد المسجد على اسمه. نعم، كان شاب خلوق، ونزار درويش، ورشاد تحسين بريق، خير شباب البلد. وفقدنا يعني إنسان يعني صعب أن يتكرر أو أن يعوض الحاج بفتحي. نعم، كان هو حاجب المسجد وخادم المسجد، فقدناه قبل 4 شهور. نعم، نشعر يعني بفرحتنا منقوصة. نعم. يعني في السنة الماضية قمت بلقاء الحاج أبو فتحي. نعم، الوالد. نعم، وإنسان بالفعل محبوب، إنسان راقي. وهنا أريد أن أسألك عن صلة الرحم في رمضان، الحمد لله. هل ما زال الأبو سنانيون محافظون على هذه الصلة؟ نعم، بفضل الله عز وجل. الآن يعني في المقدمة. نعم. نعم. كلمة أخيرة لك في هذا الشهر الفضيل. رمضان كريم، ينعاد علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية والعربية بخير يا رب العالمين، وأن يسود السلام في كل بقاع الأرض. شكرا جزيلا. شكرا. حضرة الشيخ توفيق حتحوت إمام المسجد هنا في أبو سنان، مسجد السلام، يعني حدثنا عن أجواء رمضان في هذا البلد الكريم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن في أبو سنان له أجواء وله طعم خاص، خاصة أننا في كل سنة يعني نقدم على إفطار جماعي كلا المسجدين، مسجد أبو بكر ومسجد السلام. واليوم حظنا من الإفطار الجماعي، كان إفطار بفضل الله عز وجل إفطارا ناجحا جدا، جمعنا فيه معظم يعني أهل البلد، أتونا بفضل الله عز وجل والتقينا معهم على مائدة الرحمن، مائدة الإفطار، بأحلى أجواء وأحلى هيبة لهذا شهر رمضان. نعم شيخ، يعني كيف تجد إقبال الصائمون على الصلوات هنا في المسجد؟ بشكل عام طبعا هذا معروف ضمنا، يعني في بداية شهر رمضان هناك إقبال كبير على الصلاة وعلى المساجد، ولكن هذا يعني في مرور الأيام يعني يقل تدريجيا، يعني بسبب هناك الفتور والناس يعني بحاجة إن سبحان الله تذهب إلى أماكن السهر والمرح وتختفي من المساجد، لكن هذا أمر يعني روتيني، أمر يعني اعتادت عليه الناس، ولكن في بداية رمضان الناس تمتلئ المساجد وبعدها يقل تدريجيا تدريجيا تدريجيا، ولكن هناك نسبة معينة، نسبة لا بأس بها تبقى في المساجد بفضل الله عز وجل طيلة أيام رمضان وتقوم بما يجب عليها أن تقوم به في رمضان. نعم، يعني شيخ دعنا نستغل كونك شيخ محترم وكلمتك مسموعة كما يقولون، ونريد أن نسمع منك كلمة في هذا الشهر الفضيل. كلمة لأهلنا في أبو سنان، نسأل الله عز وجل أن تبقى أجواء أبو سنان هادئة مستقرة دائما بفضل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا دائما رمضان بأجوائه الطيبة المباركة، متحابين سالمين بإذن الله تعالى، آمنين في بلدنا هذا الطيب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا في بلدنا أبو سنان، نسأل الله جل وعلا الأمن والاستقرار للجميع. شكرا جزيلا ورمضان كريم. حبيبي رمضان كريم، الله يحفظك. حج زهير، حضرتك من هون من أبو سنان، بداية عرفنا عن نفسك أكثر. زهير عيسى نصر، الحج زهير عيسى نصر. نعم حج زهير، يعني كيف شايف لنا أجواء رمضان هنا في أبو سنان؟ الحمد لله رب العالمين، شيء لا يصور مثل ما بقوله، يعني الحمد لله نقوم مع بعضنا صلاة التراويح، نقوم مع بعضنا
صلاة قيام الليل إن شاء الله، والحمد لله أعلى من هيك ما فيش. نعم يعني بشعر هنا في أبو سنان جو عائلي، جو من الألفة بين من القلب من جوا، الحمد لله مع بعضنا. أبو سنان نعم. عائلة واحدة الحمد لله رب العالمين، بالرغم من أن أبو سنان تعتبر بلد مختلطة فيها من جميع الطوائف. أي نعم، لا الحمد لله رب العالمين، كلياتنا واحد إن شاء الله عند رب العالمين. حج كلمة لك في رمضان في هذا الشهر الفضيل. الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله منضلنا بحبايب وواحد إن شاء الله، سلام إن شاء الله بين بعضنا وأهل إن شاء الله. شكرا جزيلا.